العدد الرابع، مجلة بيم أريبيا، مقالة المهندس كمال شوقي، مراحل حياة المبنى. بيم بام بوم. يمر أي مبنى كي يخرج إلى النور باستخدام تكنولوجيا البيم في 3 مراحل: بيم بام بوم. يمكن تقسيم دورة حياة أي مبنى إلى 3 مراحل رئيسية، هي التصميم والتنفيذ والصيانة. وبالرغم من عدم تقدير منافع استخدام نظام بيم في المراحل 3 بشكل كامل، واعتقاد العديد من المستخدمين أن فوائد هذه النظم تقتصر على توظيفها في طور التصميم غالبا، ولكنها تستخدم في دورة المبنى كاملة كما سنسرد ما يلي. أولا، بيم، وهي المرحلة الأولى في التصميم، ويتم بها عمل الموديل الخاص بكل تخصص. يمثل هذه المرحلة تطبيق لكل أفكار التصميم وتوظيف المعلومات لإنشاء الموديل وتزويد الموديل بالمعلومات اللازمة لإنشائه. ثانيا، المرحلة الثانية، بام موديل بيلدينج أسيمبلي. في هذه المرحلة يتم تجميع الموديل المختلفة من كافة التخصصات لدراسة التعارضات التي قد تنتج نتيجة التصميم. وتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل المشروع وأحد الأهداف الأساسية التي قامت عليها تكنولوجيا البيم. النموذج المجسم للمنشأ ينتقل من طور التصميم إلى طور التنفيذ ليعمل كأداة لتقديم الإرشادات والتوجيهات، إذ يعد المجسم الممثل عبارة عن محاكاة افتراضية للمبنى حتى قبل الشروع بتنفيذه، مما يوفر لجميع المشاركين مجموعة واضحة من التعليمات وأدوات التواصل فيما بينهم لإتقان العمل وإنجازه بدقة. تسعى التوجهات الحديثة عالميا مؤخرا إلى توظيف واستخدام آليات البناء المسبق الصنع قدر الإمكان، وذلك يعود لما توفره في جوانب الكلفة والجهد والوقت. وإلى حد ما تصبح عملية تنفيذ المبنى أقرب إلى التجميع منه إلى الإنشاء، فالأبواب والنوافذ أصبحت تنقل مثلا بإطاراتها ومكوناتها وعناصرها من المصنع كاملة ليتم تثبيتها في الموقع فقط. وكذا الكثير من أجزاء الهياكل الإنشائية وعمليات تغليف الجدران والأرضيات وغيرها. وعليه فإن المبنى بهذه الصيغة يرتب وينسق وينظم وينجز. إن نموذج معلومات التجميع في هذا الطور يسمح بإدارة وتعزيز عملية التصنيع المسبق، والتي تؤدي بالنتيجة إلى حفظ موارد المشروع المختلفة بجانب قابلية الإنتاجية العالية لعناصر ومكونات المبنى. وتظهر فائدة استخدام هذه النظم جلية من نتائج دراسة خاصة في النرويج، وجدب الباحث فيها أن 25-30% من كلف التنفيذ في المشاريع الإنشائية تنفق نتيجة المعلومات غير الصحيحة المتبادلة بين فريق العمل ونتائج قدرات التواصل الضعيفة بينهم. وتعد التعارضات من المشاكل المكلفة التي قد تحدث أثناء عملية التنفيذ، ومنها مثلا عدم وجود فضاء لخزن مواد إنشائية ضرورية نتيجة لشغل فضاء الخزن بمواد أخرى إما سابقة لأوانها أو فائضة عن الحاجة. ومثل هذه الحالات تعود إلى سوء إدارة المشروع، والتي يتكفل نموذج تجميع البناء بوضع الحلول لها وتجاوزها. إن استخدام هكذا نموذج، والذي يعمل عادة على تنظيم حركة وتواجد المواد وتنسيق مهام الكادر، يسهم إيجابا في خفض الموارد المالية والزمن المستغرق. ويمكن لمدير الموقع أن يهيئ الموقع لما هو ضروري في الوقت المحدد، ويتابع مستوى تطور العمل من خلال إنشاء الجدول الزمنية وخطط التقدم في إعادة التمثيل المجسمة والمرفقة كأداة تحكم على المشروع، والتي تعد أساسا للنموذج الافتراضي وما على الإدارة إلا تطبيقه على أرض الواقع. المرحلة الثالثة، وهي مرحلة بوم Building Optimized Operation Model، وتمثل مرحلة توظيف نموذج التشغيل للمبنى في طور الصيانة وإدارة المبنى، وهو الطور الأخير الذي يمكن فيه توظيف نظم نموذج معلومات البناء ديمومة حياة المبنى وتقديم كامل قدراته للمستخدم. كما يمكن للجهات التخطيطية المتخصصة الاستفادة من كم المعلومات اليومية المتراكمة ضمن النموذج والمتعلقة بسلوك وأداء المنشآت للأغراض التصميمية والتخطيطية للمباني الأخرى، ولأغراض تحسين عمل المباني والتحكم والسيطرة على الفضاءات وأغراض تقييم المباني وغيرها. ويمكن ملاحظة أهمية دراسة هذا الطور من خلال معرفة مقدار كلفة تشغيل المبنى خلال فترة حياته، والتي تقدر من قبل بعض الباحثين المتخصصين بين 20-100 ضعف لكلفة تصميمه وإنشائه. ومن خلال نموذج التشغيل للمبنى يمكن تقييم تفاصيل المبنى، فمثلا يمكن تحديد الفضاءات التي تحتاج إلى إعادة تأثير أو سد النقص فيها،
تحديد العناصر التالفة من العناصر المتحركة أو القابلة للتغيير في المبنى كالأبواب والنوافذ والأسيجة المعدنية والأثاث لغرض استبدالها أو ترميمها من خلال معرفة مواصفاتها وتاريخ تركيبها وتحديد الجهة المجهزة أو المصنعة للاتصال بها باستخدام المعلومات المتوفرة للنموذج حتى بعد فترة طويلة من الزمن. لنموذج التشغيل المثالي للمبنى ليس نموذج الصوري ثلاثي الأبعاد فحسب، بل هو يعمل كخزينة وثائق وبيانات المبنى خلال فترة حياته، وتقنية مراقبة ووسيلة إنذار وتنبيه إدارية لجميع الأجزاء وأداة لجدولة أعمال الصيانة والترميم التي يحتاجها أثناء فترة إشغاله.